ما تشوفوا حل عندك يا توم علي. زي ما عودناكم زي ما شفتوا مقطع ابو فله قلنا لكم راح نسوي عمل خيري، هذا عمل خيري برمضان. الحين رايحين نسوي افطار صائم معاهم، يعطيهم الف عافيه انهم اعطونا الفرصه نقدر نصور هذه الاشياء، فان شاء الله كل اشتراك. والحين رايحين نتبرع، واي شخص يبغى يتبرع يقدر يجي هنا، يكلمهم انستغرام، حساباتهم كلها بالوصف، وتقدر تسوي معنا افطار صائم. ويلا خلينا ندخل نوريكم جوا يا شباب. راح اعطيكم واحد من نفس التيم راح يشرح لكم كيف تسجلوا وكيف تتطوعوا. فبسم الله، اهلا وسهلا فيكم بتكيتم علي. طبعا للتسجيل عندنا على البرنامج المتطوعين، المتطوع اول ما يجي عندنا يعمل سكان للباركود اللي موجود هون، يعبي بياناته، بعدين بنعطيه البروتكشن تولز من فيست، ماسك، مريول، هيرنت، جميع التولز اللي هو بحاجتها مشان نكون متاكدين انه الاكل اللي عم يتقدم للناس اكل هيلثي وسيف. طيب يا شباب، الحين راح نسوي سكان زي ما تشوفوا، راح اسجل قدامكم عشان تعرفوا كيف كل شيء. اول شيء راح نيجي نسوي سكان هنا، اوكي، راح يجيكم اسم المتطوع، تينا زوم، زي ما تشوفوا هذه الاشياء كلها يمديك تعبوه عشان تصير متطوعين، رابطها تحت في الديسكربشن، فنعبيها ونرجع لكم. الحين زي ما شفتوا لبسونا هذه الاشياء اللي احنا قاعدين نصور، وعندنا هذه الفيست عشان نكون من الطاقم والمتبرعين. بسم الله نلبس. زي ما تشوفوا وصلنا عند موائد الرحمن تكت ام علي، فالحين راح ندخل، فيلا خلينا نخش. ما شاء الله كل هذه الخيم للناس اللي راح نفطرهم اليوم، واحنا الحمد لله متطوعين. والله شباب انصح كل واحد يسوي هذا الشيء، يعني ما راح ياخذ منك وقت، راح تاخذ حسنات واجر باذن الله. فخلينا ندخل ونوريكم، ويعطيهم الف عافيه انهم قاعدين يسووا هذا خلال شهر رمضان الكريم. طبعا الحين راح تشرح لنا ميري كيف حالك؟ الحمد لله. راح تشرح لنا كيف راح نتطوع وايش راح نسوي، فتفضل. هلا احنا هون بخيمه النساء، هاي الخيمه بس للنساء، وفي خيمه هناك للرجال. الخيمه اللي هلا رح نتوجه عليها هي خيمه العمليات، رح تكونوا انتوا عم تتطوعوا فيها، بتحضروا الاكل وبتبكتوه عشان نوزعه للناس اللي صايمين اللي جايين ياكلوا عنا. اوكي اوكي، هون هون الستيشن تبعت اللي بتجهزوا فيها الاكل، بيكون في عندكم بوكس بتحطوا فيه رز ودجاج، تفاح، كيك، عصير، تمر. ما شاء الله كل شيء، يعني فطور متكامل من الف للياء. كل شيء ما شاء الله. اوكي، وفي عندنا هون انتوا رح تقعدوا تفطروا، عشان انت بعد ما تفطر اذا بتحب تتبرع لوجبة نفس اللي انت اكلتها تعطيهم. اوه اوكي، حلو حلو الفكره. طيب كيو ار كود نفرجيكم خيمه الرجال. يلا والله كل هذا هنا راح يجوا ياكلون الرجال. فما شاء الله يا شباب تقريبا فوق 4000 شخص كل يوم خلال شهر رمضان الى يوم الجمعه فيسوون افطار الصائم، فيمديكم تتبرعوا زي ما قلت لكم. فشكرا والله مره يعطيهم العافيه. كمان شوي راح نفرجيكم كيف راح نكون عم نجهزه عشان يبلش يتطوع، عشان عندنا السلام العامه اهم شيء، فهلا راح تشوفوا كيف راح نجهزه. طيب زي ما تشوفوا الحين قعدنا هنا قاعدين نحضر الاشياء، في متطوعين غيري زي ما تشوفوا ورا، والحين كل شيء جاهز، قاعدين نستنى الناس تقريبا نص ساعة كذا، وراح نبدا نوزع الاكل، وراح نبدا نسوي اشياء حلوة. صراحة انا مرة مبسوط ان قاعدين نسوي هذا الشيء، فالحمد لله. الجوع. فبنتها سمو الاميرة هيا حبت تحقق هاي الرؤية تبعت امها الملكة علياء، وترسل هذا بتكيت ام علي. عندنا برامج اطعام، هذا واحد منهم موائد الرحمن. عندنا برنامج عابر سبيك احد ثلاثاء خميس، بنعطي وجبه غداء ساخنه لاي حدا بيعبر سبيل تكيت ام علي. موائد الرحمن بتكون بكل رمضان، برضه بنستقبل 4000 ل 5000 صائم محتاج وجبه فطور. طبعا ما في اي شروط، اي حدا محتاج بيقدر يفوت. هاي السنه احنا اضطرينا نعمل اكستنشن لخيمه السيدات والرجال، والحمد لله مع هذا الاكستنشن برضه في ضغط كمان كثير على الناس. طبعا برجع بحاول دائما ان اذكر انه اوضاع كورونا كثير اثرت، ولاحظنا كثير اعداد عم بتزيد في الخيم عندنا نتيجه هاي الجائحه. اليوم انتم دوركم كمتطوعين بيكون تحضير الطعام وتوزيعه على الناس، وبس انجوي، حاولوا يعني استمتعوا في التجربه. شوفوا الناس، الواحد بحس انه وليمه اللي عنده في البيت، يقدر بيته، اهله، السفره برمضان، فاكسبيرينس حلوه. الواحد هيك بي بريزنت بحكوها، خليك يعني اوير لكل شيء، انه عشان تاخذ من التجربه قد ما بتقدر وتكون حلوه. ثانك يو، احنا مبسوطين انكم هون. طيب زي ما تشوفوا قاعدين نلبس الملابس اللي هي خلينا نستعد للاكل عشان نوزعه، عشان الاكل يكون نظيف 100%. راح نلبس هذه، وراح نلبس هذا كذا، وراح نلبس في كمان حقة الشعر هذه، وراح نلبسهم كلهم، وفي الجلوفز زي ما تشوفوا، فكل شيء موجود مستعدين.
فنلبسهم ونرجع لكم. لبسنا حق الطاقيه هذه احتجنا يمكن 10 من هذه عشان نلبسهم. اهم شيء انه الامان عشان الناس تقدر تاكل يكون الاكل نظيف 100%. في سياره الجولف هناك تنقل الناس اللي ما يقدروا يمشوا او عندهم اعاقات، والحين صرنا جاهزين عشان نقدر نوزع الاكل بكل امان وصحه. وبسم الله خير وزي. اوكي زي ما تشوفوا هذه الوجبه فيها خبز وفيها الرز والتمر والكيك والتفاح وراني، فيها كل شيء ولبن زبادي، ففيها كل شيء يحتاجه شخص عشان يفطر. كده يكون خلصنا اول كرتونه، فحنروح الكرتونه اللي بعدها. زي ما تشوفوا ما شاء الله اشتغل سريع سريع. بسم الله. كده خلصنا البوكس الثاني. خلصنا البوكس الثاني وكذا بنرجع لكم بعد ما نوزع الاكل. فالحمد لله خلصت بوكسين رقم قياسي الحمد لله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. تفضل كل عام وانتم بخير. الحين تقريبا خلصنا الجزء الاول، الحين الجزء الثاني قاعدين نعطيهم الاكل. فالحمد لله كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. الحمد لله والله سوينا شيء كبير وشيء مره حلو، اول مره بحياتي اسوي تجربه زي كذا. والصراحه انصح كل واحد يقدر يسويها. تكيت ام علي يعطيكم العافيه على هذه الفرصه وشكرا. الحمد لله وكذا الحمد لله خلصنا وتقريبا خلصنا شوي من باقي شيء على الفطور. يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بخير.